طب دكتور رباب، نروح بقى لأول يوم مدرسة. هل في أول يوم مدرسة يعني ضروري إن يبقى فيه الأب والأم يروحوا مع أولادهم؟ يعني طبعاً ده أول يوم الطفل بيخرج من البيت اللي متعود عليه على طول لمكان جديد، ناس جديدة بيتعامل معهم لأول مرة في حياته. هل من الأفضل إنه الأم تبقى موجودة في أول يوم مدرسة أو الأب أو أكتر من يوم كمان؟ أيوة طبيعي، خصوصاً يعني اللي هو أول طفل، لأن أول طفل خبرة المدرسة بالنسبة له جديدة وصحاب إخواته ما راحوش. يعني لو الطفل الثاني أو الثالث لو بينهم سن صغير، يعني مش ساعات بيبقى في طفل صغير كده لوحده وإخواته الكبار، فما عندوش برضو فكرة المدرسة. لكن لو هو صحاب إخواته أكبر منه، هو نفسه يروح المدرسة زي إخواته، فده عادي إن أنا ممكن أوصله وأسيبه وترجع مع أخوك أو ترجع مع أخته، أخته أو أخوه بيونسوه. لكن لو أنا ما عندي لسه أول بيبي فلازم أروح معاه، لان هو بيبقى متشبس بالام، والام دي على فكره الام دي الامان. يعني الام بالنسبه للطفل الامان. احنا لما بنكبر بندرك ان اماننا كان الاب، بس ده بعد ما بنكبر ان هو ظهرنا الاب، بس والطفل هو صغير هو امان الام. فلازم الام تروح معاه، بس لازم يكون صاحي فايق. يعني ما هو ما ينفعش هو متعود يصحى الساعه 12 وينام الساعه 3 وصحيه الساعه 6. فانا لقيت ان البلاد اللي ثقافتها القهوه، احنا ناس ثقافتنا الشاي، ان البلاد اللي ثقافتها القهوه بيعملوا بقى حاجه لطيفه قوي. يعني مع ربع معلقه بن، ربع معلقه على شويه لبن كبار، كوبايه لبن، وممكن نحليها بعسل النحل مثلا او بالزنجبيل عشان البرد، ويبقى العسل النحل انتي بيوتيك، ويدوها للولد الصبح. فكده بيروح مركز، فما بينامش في الايه، ما بينامش في المدرسة. ما بينامش لما بيجي، ما بينامش، لان تنظيم الوقت للطفل ده اهم حاجه، ان هو يجي ما ينامش. ان هو لو جه نام هيصحى على 10 او على 7 او على 8، مش هيعرف ينام بدري، هيصحى تاني يوم مش مركز. فهو بيخلوه يعني لما بيجي من المدرسه بيفضل بقى نشوفه خد ايه، او يعني يلعب، ما يحسش ان المدرسه، يعني انت رحت المدرسه ما فيش لعب، ما فيش كرتون، ما فيش، لا ما يحسش المدرسه خلعته. فبيبتدي يمارس حياته شويه شويه، يجي على 7 8 بيبقى خلاص بقى مش قادر، فينام ويصحى تاني يوم فايق. شويه شويه هيتعود ان هو يصحى 6 او 7 فايق، وسبعة أو تمانية هيبقى في السرير. ده هيريح كتير الأم، لأن الأطفال لما بشوفهم الصبح وهم في الباص بتاع المدرسة منظرهم صعب جدا، نايمين يا حبايبي، وعلى بيفوقوا، يعني على ما بيفوقوا بتكون نص اليوم خلص، ويجوا بقى يناموا في البيت، وبعدين يصحوا 7 8 بيبقوا مجهدين، والأم بادئة من الفجر. على فكرة ده موسم أمهات صعب جدا عن الأطفال، ربنا يكون في عونهم جميعا. أيوة الأمهات يعني هتصحى بعد الفجر وتيجي تنام بعد، يعني بعد 10 11 12، فبيبقى صعب جدا. احنا مش عايزين بس كلمة إيه، ربنا يكون في عونهم، افتكروهم بهدية، افتكروهم بوردة، افتكروهم كلمة حلوة، ما دي دعوة، افتكروهم بأي حاجة، دي دعوة حلوة، ربنا يكون في عونهم، دي دعوة حلوة. لا يعني ندعي لهم حاجة مادية حتة تانية بس يعني. طيب.